بستعد انا عشان اطلع على سانت كاترين. انا وبنت خالتي مأجرين كامب في دهب وهي مش عايزه تطلع معايا، بس انا قررت ان انا اطلع لوحدي. نيره مش هتطلعي معايا؟ لا هطلع لوحدي. ده أشرف الجايد بتاعنا. هاي هنطلع كام يا أشرف؟ كام متر؟ 7 كيلو. 7 كيلو؟ كام ساعة؟ ممكن 2:30 أو 3. معانا كم واحد؟ واحد. الظلام الحالي. ظبط لي قهوه حلوه. فرنساوي عايز تي صح؟ فرنساوي. عايز سكر عليها؟ مظبوط. شكرا. تسلم. تسلم ايدك. هنا والشفا. اشرف ايه ده؟ صور زكريا في الناس بتحطها هنا يعني. ان الناس بعد ما تطلع بتحط صور عشان طلعت الجبل وكده يعني. كم سلمة أشوف؟ 750 سلمة. الله. عشر دقايق فاضلين؟ اه. هانت. وصلنا لقمة الجبل. طبعا الدنيا فوق برد وهحضر الشروق من اعلى قمه في مصر. بادئين في عز الليل ودلوقتي في عز النهار وحر وبرد ومواسم كلها عدت علينا واحنا طالعين الطلعه دي. ايه اشرف؟ خلصنا السلام دلوقتي. خلصنا؟ اه 750 سلم. طلعناهم ونزلناهم. فاضل ايه؟ طريق المدى. اه ايزي واي. 7 كيلو. 6. يلا نشوفكم بعد شوي. ايه الاخبار اشرف؟ تعبت؟ انا بس اللي تعبت؟ خلصنا الرحله ونفسي اتقطع، بس الانجاز فظيع وانا بتضم للمبادره اللي بتدعو كل الناس حول العالم للمشي للشعور بمعاناه اللاجئين. انا بدات المره دي من سانت كاترين من بلدي مصر. بتهيألي لازم نصعب التحدي المره الجايه. بعتلنا مغامراتكم، خلينا نشوف تحدي جاي.